السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير يبارك فيك وفقنا الله وياكم وحب يرضى. اما بعد عمنا نفيد بالامر اللي يعني الله وفقنا فيه وشفنا فيه فائده كثيره يعني للطير اللي يركض على التكايه. هو شيء انا عندي اهم شيء عندي اركض على التكايه ثبات خلاص ثبت الحين وصار اموره كلها طيبه. هذيك سعاده ابدا معاه الطلع الطلع يعني اول ما تبدا معاه يركض الطير على التكايه تجيب البط ولا الكنتين اللي طلع اللي يعرف الطير وتخليه من عند جامته. يعني الحين تقط الكنتيه والبطه على يمين الشكل وتفر تخلي طلعت الطير يعني لا شاف الطير يشوفها بوجهه على طول راح اجباري شنو يطلع مع الجام باذن الله. وفي بعضهم يعني ما شاء الله ذهين يعني الطير بسرعه يتعلم. يعني طيوره اللي نفس هذه النوعيه يعني هذا بسرعه يستوعب بسرعه يتعلم باذن الله. مره مرتين ثلاثه اربعه كمل معاه لو 10 ايام ركز 10 ايام بعدها عاد شو تسوي؟ تحطها قدام وتلف تخلي يعني مو نفس بجنبك على يمينك تخلي مجال ان الطير يعني يشوف ممكن يضرب الجام ممكن انها تطلع يضرب الجام اللي قدام وانطلع حاول انك تدزها شكل على الراحه او تنقله وتطلع مع الجام اللي يعرف مو جامتك انت الجام اللي هنا عشان الطير ما يمكن يشوف له شيء بعدين اتعلم ويطلع من جامتك انت يمكن يعورك ممكن يضربك ولا شيء. لا خل طلعه شلون تعلم الطير التعلم على اي شيء علمه ان الطلعه مني سبحان الله يقوم يستوعب الطير باذن الله. الطيور اللي يعني الله يبارك يعني فيها باذن الله وتستوعب باذن الله يقوم يطلع خلاص على طول. كلمه هذا لين تخلي ان شفت دعم بعد احاول انك يعني تميلها تخلي انت عاد كل يوم قيس ولكن ابي من عندك تقريبا لو 10 ايام كل الطلعه من المكان هذا. اهم شيء لا تستعجل والايام هذه كلها باذن الله تعلمون على كيفكم وباذن الله ما تلم لين يجي وقت الربط وتربط الطير ولا اموره طيبه اكيد بيطلع يعني فضل الله. ركز تخلي مسافه اذا شفت دعم الجام بهذه حاول انك يعني تخلي مجال انه يشوفها بالزاويه زاويه تقريبا الشكل راح يطلع باذن الله. مره مرتين بعدين عاد خلها شوي لين تخليه بوجهك على طول لا قام طبعا باذن الله من الجام خلاص الطير يستوعب باذن الله. بعضهم ما يستوعب حاول انك يعني كثر ما تقدر لو تقعد معاه كذا يوم بعد هالشكل باذن الله يعني لو لا قدر الله دعم الجام قدام راح يطلع ياخذ يمين يطلع يعرف انه مو هذا دربه سبحان الله يقوم ما يشوفه يشوف الزجاجه هذه مو مبينه شيء سبحان الله من وراها يشوف بس اللي ويحسب انه مفتوحه مكان ويطلع فيدعمها. احنا ما نبي نعور الطير ممكن نكسره لا خل شغلك يعني هيك وركز على اللي قاعد يقوله زاويه هذا متى المرحله يعني الثانيه الثالثه باذن الله سيده لين يقوم يطلع مع الجام. والايام هذه كلها يعني الايام هذه كلها يعني باذن الله الامور طيبه ولين ما تجي وقت الربطه والامور طيبه الطير راكد يطلع. عسى الله يوفقنا وياكم. شوف اسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.